السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace and blessings and mercy of Allah upon you, brothers and sisters. This is the first video for the chain of lessons, سلسلت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. And yourselves, can't you see? We're going to be reflecting on ourselves, our body, our systems, in order to see the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. لنرى بعض آثار عظمته سبحانه وتعالى. As you see on the screen, the first topic is homeostasis. What does that mean? الاتزان الداخلي في جسم الإنسان. Homeostasis وهي عملية الاتزان للجسم من الداخل مع الخارج. سبحان الله العظيم. نقرأ معا. We read together. The human organism consists of trillions of cells. جسم الإنسان مكون من تريليونات الخلايا. All working together. كل هاي الخلايا تعمل معا. For the maintenance of the entire organism. لكي يبقى جسم الإنسان يعني الأورجانيزم على قيد الحياة. While cells may perform very different functions, يعني الخلايا تقدم وظائف مختلفة. كل خلية لها تخصص خاص. بعض الخلايا في منها muscular cells, في منها epithelial cells, في منها nervous cells, لها وظائف مختلفة. All the cells are quite similar in their metabolic requirements. يعني أنهم الخلايا هاي في عملية التغذية تقريبا يعني متشابهة في عملية متطلبات التغذية الميتابوليك, كيف تحصل على غذاء وأكسجين وجلوكوس. Okay. Maintaining a constant internal environment. ليبقي البيئة الداخلية لجسم الإنسان داخل جسم الإنسان ثابتة, يعني لها حد معين. Okay. Internal environment. Internal environment يعني البيئة الداخلية لجسم الإنسان. Okay. With all of that, the cells need to survive. يعني oxygen, glucose, mineral ions, waste removal. أنه كيف أنه هاي الخلايا بتحصل على الأكسجين والجلوكوس والمعادن الأيونية. Minimal ions اللي هي تسمى باللغة العربية mineral يعني نعم معادن. Mineral ions يعني معادن أيونية. وكيف أنها بتتخلص من المخلفات waste removal and so on. Fourth is necessary for the well-being. يعني هاي العمليات مهمة جدا عشان يكون بصحة جيدة. Well-being of the individual cells. يعني عشان الخلية تكون في صحة جيدة هذه العمليات يجب أن تجري في ضمن حدود بيئية داخلية محددة.
يعني درجة الحرارة مثلا تكون بين كذا وكذا، عدد خلايا الدم البيضاء، عدد خلايا الدم الحمراء، كل هذه لها مقادير محددة لكي يبقى جسم الإنسان والخلية. طبعا لما كل خلية تكون في صحة جيدة، عندك تريليونات الخلايا تعمل معا، وبالتالي كل جسم الإنسان يكون في صحة جيدة. فأنت معجزة، يعني سبحان الله العظيم، كيف أن هاي تريليونات الخلايا اللي معظمها مكون من ماء تعمل معا بدقة لكي يكون تكون أنت بصحة جيدة. سبحان الخالق. كي نقرأ من الأول: The human being organism consists of trillions of cells all working together for the maintenance of the entire organism. While cells may perform very different functions, all the cells are quite similar in their metabolic requirements. Metabolic requirements ايش يعني؟ Metabolic requirements يعني المتطلبات لتتم عملية الميتابوليك، اللي هي التغذية ويعني أخذ المواد النافعة وطرح الفضلات، اللي هي الميتابوليك. Metabolic requirements يعني متطلبات هذه العملية، اللي هي أعتقد اسمها بالعربي Metabolic التمثيل الغذائي. Metabolism comes from metabolism يعني التمثيل الغذائي. ونبحث عنها في الجوجل أيضا. هي بقول لك Metabolic تقرأ: Relating to driving from the metabolism of living organism. Metabolism يعني التمثيل الغذائي. ونشوف هنا بالعربي اللي هي تسمى الأيض أو التمثيل الغذائي أو الاستقلابية. كيف أنه أنت بحاجة ل هذه المتطلبات اللي هي to maintain constant internal environment، يعني لتحدث عملية التمثيل الغذائي انت بحاجة ان تبقي جسمك بحاجة ان يبقى في constant internal environment، بيئة داخلية يعني داخل جسمك تكون ثابتة في حدود معينة. فسبحان الخالق. With all that the cells need to survive. ما هي المتطلبات الأساسية؟ الأكسجين، الجلوكوز، سكر الجلوكوز، مينرال أيونز والمعادن الأيونية مثل الحديد، الكالسيوم عشان العظام. وبعدين بدك تتخلص من الخلايا، بدك تتخلص من waste removal and so on، وهكذا. Is necessary for the well-being of individual cells. وهذا مطلوب لكي نحافظ على صحة الخلية الواحدة. ولما تحافظ على تريليونات الخلايا في صحة جيدة، فبالتالي جسم الإنسان يكون في صحة جيدة. فكر هذا، كيف أن كل خلية تحتاج لغذاء وتحتاج أنها تتخلص من الفضلات، كل خلية، وعندك أنت تريليونات الخلايا في جسمك، في منها خلايا عصبية، في منها خلايا عضلية، في منها خلايا ناعمة أو ما تسمى الإبيثيليال تيشيو، epithelial cells. كيف هاي الخلايا اللي هي عددها بالتريليونات مجتمعة
متصلة مع بعضها البعض، تتفاهم مع بعضها البعض، تخاطب بعضها البعض عن طريق الخطاب الكيميائي، ولكي يعني لكي يتم عملية إبقاء جسم الإنسان من الداخل متزنا، الاتزان الداخلي، اتزان البيئة الداخلية لجسم الإنسان. فسبحان الخالق، يعني فقط التفكر في هذا. طبعا احنا هدفنا من هذه الفيديوهات التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في بعض آثار عظمته سبحانه وتعالى وبعض آثار قدرته سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني أنت عندك تريليونات الخلايا، وكل خلية لازم تحافظ على صحتها. تخيل كيف هذا بيصير؟ صدفة؟ مستحيل، من سابع المستحيلات. الدليل علم الإحصاء، علم الإحصاء بقول لك هذا من سابع المستحيلات. يعني مستحيل مستحيل مستحيل، ظل أقول مستحيل من هون ليوم القيامة. فلما يجي واحد مثلا يقول لي هاي كل حدث صدفة، أعلم أنه لم يدرس لم يقرأ. مش معقول يعني أنه هذا الرجل له عقل وقرأ وفهم كيف جسم الإنسان مكون، وبعدين يجي يقول لي صدفة. كم صدفة؟ طيب يعني هاي تقولون يعني عشان تتكون هاي تريليونات الخلايا بهذه الدقة التامة كم صدفة نحتاج؟ تريليونات الصدف، مش صدفة واحدة، تريليونات الصدف بدنا. وهذا شيء من سابع المستحيلات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سبحان الله، تفكر في نفسك، تفكر في جسمك، تفكر في الخلايا، في تريليونات الخلايا المجتمعة التي تكون جسدك. سبحان الملك. هذا يعني كان أول فيديو فقط في موضوع الاتزان الداخلي لجسم الإنسان في سلسلة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن شاء الله ينال إعجابكم. طبعا رح نقدم فيديوهات أخرى في موضوع الاتزان الداخلي لجسم الإنسان أو ما يسمى الهوميوستاسيس. هوميوستاسيس هوميو عيد وراي إذا بدك تحفظها. هوميوستاسيس، قسم الكلمة. أول إشي بتقول هوميو لهون، هوميو هاي، هوميو بعدين ستي لهون، ستاسيس هوميوستاسيس يعني الاتزان الداخلي لجسم الإنسان. اوكي، خلي البراوزر يقرأ عشان تشوفوا قراءتها كيف. يعني بتعرفوا انا هدفي برضو اعلم انجليزي في موضوع جسم الإنسان، يعني اللغة الإنجليزية المتعلقة في علم التشريح أو علم وظائف جسم الإنسان.
Homeostasis 1.1 Overview. The human organism consists of trillions of cells all working together for the maintenance of the entire organism. While cells may perform very different functions, all the cells are quite similar in their metabolic requirements. Maintaining a constant internal environment with all that the cells need to survive, oxygen, glucose, mineral ions, waste removal, and so forth, is necessary for the well-being of individual cells and the well-being of the entire body. The varied processes by which the body regulates its internal environment are collectively referred to as homeostasis. 1.1.1 What is homeostasis? طيب هذا نترك للفيديو القادم إن شاء الله. يعني هذا أول فيديو في الهوميو ستيسيس، وإن شاء الله نعمل فيديوهات أخرى حتى نكمل هذا الموضوع اللي هو الهوميو ستيسيس. هوميو ستيسيس، قسم الكلمة واحفظها. هوميو ستيسيس. Homeostasis. 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 اعلم انه ما في حدا بنزل من بطن امه متعلم. بدك تحط وقت وجهد في كل موضوع. تختار موضوع مادة والموضوع اللي تحت هاي المادة، وبعدين تحط وقت وجهد عشان تتعلم. هذا هو طريق العلم. فما في حدا منزل من بطن امه معلم. لا، بدك تحط وقت وجهد. effort time and effort. اي هدف بدك توصل له بدك تحط time and effort. بدك تصير دكتور، بدك تحط time and effort. ايش يعني time and effort؟ وقت، تخصص وقت، تقتطع وقت من اليوم لتحط مجهود. وقت and effort، هذا اهم شيء. بدك تحط الهدف، تحدد الهدف، وهذا الهدف تحط له وقت and effort، وقت ومجهود، وقت وجهد، جهد عقلي، جهد فكري، جهد فيزيكلي يعني جسدي. بدك تصير بطل كمال اجسام، بدك تروح على الجيم، بدك تحط وقت ان ايفورت. بدك تصير دكتور، بدك تروح على الجامعه، بدك تحط وقت ان ايفورت. وهكذا اي هدف بدك توصل له بدك وقت ان ايفورت، وقت ومجهود وجهد. ما في حدا بنزل من بطن امه معلم كل شيء. لا، احنا بنيجي من لا نعلم شيء ونعيش في هذه الحياة ونتعلم درجة درجة، كلمة كلمة، حرف حرف. جزاكم الله خيرا. هاي نهاية الفيديو هذا، وان شاء الله نلقاكم في فيديوهات قادمة. لا تنسونا مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.